فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر، نكف السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد. فإذا عملنا بالطاعات قوى ونماجذع الإيمان في قلوبنا. فإذا سألنا الله أعطانا، وإذا خفنا أمننا، وإذا جاءنا شيطان من شياطين الإنس والجن دمره ربنا. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ يكون بماذا؟ بالمكابدة، المكابدة، المكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا تتجافى جنوبهم ومما رزقناهم ينفقون. الذي يريد الفضائل لا بد أن يتعب. الفضائل، الذي لا يتعب لا ينال الفضائل. حمل المشقة واحتمال أذى الورى.